السلام عليكم ورحمة الله. أسعار المواشي لهذا الأسبوع على العموم في ولاية الجلفة، أرجو اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كما دوناج طاولو 6 ملايين و703 ملايين، الله يبارك. كما دا كبش طاولو 9 ملايين و200، الله يبارك ما شاء الله. كما دو خرفان طاولو 4 ملايين و100، ما شاء الله. كما دو خرفان تاني طاولو 4 ملايين و800، ما شاء الله. كما هادو الخرفان تاني طاولو 4 ملايين و200 و500، 50 ألف ما شاء الله. كما هادو الخرفان تاني نفس الصورة. كما دا عتروس داس طاولو 5 ملايين و100 ألف، ما شاء الله. كما هادو الخروفات طاولو 2 ملايين و850 ألف، ما شاء الله. كما هادو خرفان ذكورة طاولو 5 ملايين و600. كما هادو النعجات مع ولدها طاولو 7 ملايين و100، ما شاء الله. كما هادو الخرفان طاولو 4 ملايين و460 ألف، ما شاء الله، الله يبارك. شكرا على المتابعة، وأرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.